انت فاكر ان دخول الحمام زي خروجه يا صغنن؟ ما تقدروش تعملوا فيا حاجة. يقدروا مدام دخلنا ارضهم. لكن انت قلتلي انهم حرامية واغبية وعندهم جرب وانيميا. انا يا بنتي اتمخطر في غلاية العصافير. بلاش الغلاية. ايه ما تتشطر على حد قدك يا اخي. زيك انت حالك ده كلام انفعالي، يعني الواحد هو بيفعل بيقول اي كلام. هنا يمي 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 خاف يا عيد. يمي 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 خلي بالك ده ممكن يقطع. اسكت انت. الطوفان الطوفان. لو اتجرأت وقربت من ابني تاني الهي دب فيا، ده النتالي والناس ما تطيق ريحتي. اني ما كنت اعرف اني معليه يبقى ابني معليك. سمة لازم تسترد مكانتك في دايرة الحياة. ازاي استردها؟ تذكر تذكر. يعني اعمل ايه؟ تذكر تذكر. انا سمعتك، اعمل ايه بقى؟ تذكر تذكر. يا ارجوك قولي حاجة مفيدة. تذكر تذكر. لا أرجوك ما تسيبنيش يا أستاذ غسان. لا لا اسمحوا تسيبونا شوية لوحدنا يا جماعة. لو عاوزة تقولي له حاجة قوليها له قدامنا، صح يا سيمبا؟ معلش أدريانو، أنت عارف وقفة الراجل بمئة ست، بس جات الست قول. يغور الراجل. ابتدينا أهو بان على حقيقته. قليل الأدب. لو كنت حتى نص مفاسة. أنا هدي مفاسة عشر مرات.